اهلا وسهلا مشاهدينا مجرين، نواصل معكم دفقه شروق الصباح الحي والمباشر مباشره لتحليل ابرز الاخبار والاحداث الرياضيه على المستوى المحلي وايضا على المستوى العالمي. كثير جدا من الاحداث المهمه رفقه الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي ورئيس تحرير صحيفه سوكر الرياضيه العالميه سالم سعيد. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عليكم وصباح الخير على الساده المشاهدين. نعم استاذ سالم، نبدا اولا اولى الاخبار تعليق عوده الدوري الى اجل غير مسمى، ذهاب الى طريق مسدود. نعم، هو تجدد الصراع بين وزاره الشباب والرياضه والاتحاد السوداني لكره القدم باصدار باصدار وزاره الشباب والرياضه بيان امس الاول، يتضمن قرار، هذا البيان يتضمن قرار من لجنه الطوارئ الصحيه بانفاذ قرار وزاره الشباب والرياضه بتاريخ 20 مارس لتمديد تعليق النشاط الرياضي في السودان الى حين اكتمال الترتيبات الصحيه، هكذا قال بيان وزاره الشباب والرياضه، لكن لم يصدر اي امر من لجنه الطوارئ الصحيه، لم يصدر خطاب، لم يصدر بيان، لم يصدر تصريح رسمي من اي شخص مسؤول في لجنه الطوارئ الصحيه. الوزيره المهندسه ولاء البوشي كانت حضور في اجتماع لجنه الطوارئ الصحيه، انا في تقديري، وهي حاولت ان تقنع اعضاء لجنه الطوارئ الصحيه بضروره تاجيل او تعليق بطوله الدوري الممتاز الى حين اكتمال الترتيبات الصحيه. اتحاد السودان لكرة القدم رد على هذا الأمر باجتماع مجلس إدارة كان من المفترض أن يعقد أمس، تحول إلى اجتماع مكتب تنفيذي لعدم اكتمال النصاب بحضور رئيس الاتحاد والنائب الأول. الاجتماع قرر بأنه هو لم يتسلم خطاب رسمي من لجنة الطوارئ الصحية لعودته، لاتخاذ قرار العودة تسلم خطاب رسمي من لجنة الطوارئ الصحية في نهاية شهر يونيو الماضي قبل نحو شهر ونصف، وعقد اجتماع في 29 يونيو وأصدر قرار بعودة النشاط الرياضي كتاريخ افتراضي 15 أغسطس، يعني مفترض بعد 5 أيام. وبناء على ذلك قام الاتحاد السوداني لكرة القدم بفحص فيروس كورونا لعدد من أندية الدوري الممتاز وللاعبي المنتخب والأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية أيضا، والأندية بدأت إعدادها، تأخرت بعض الشيء لكن بدأت إعداد البروتوكول الصحي، تأخر لكن بدأ البروتوكول الصحي. الآن الوزارة بترى أنه لا، هي عندها بروتوكول صحي تريد أن تطبقه على لاعبي الدوري الممتاز، وأن البروتوكول الذي طبقه الاتحاد غير صحيح أو غير كافي لاستئناف النشاط الرياضي. دي وجهة نظر الوزارة. أنا في تقدير الاتحاد بالأمس تعامل دكتور كمال شداد، عقد مؤتمر صحفي وأكد بأنه هو سيعاقب الأندية التي اجتمعت بوزيرة الشباب والرياضة، وأنا أعتقد أنه ده خطأ من الوزيرة بأنه تجتمع مع أندية الدوري الممتاز، هي ليست لديها صلاحية بأن تجتمع بأندية الدوري الممتاز، والأندية الدوري الممتاز أيضا ليست لديها صلاحية لتصدر بيان، لأنه لا توجد في السودان رابطة أندية الدوري الممتاز، نحن زي النظام المصري ما في رابطة، الأندية هي أعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم، وليست لديها رابطة مثل الجزائر يعني أو مثل دول أوروبا، إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، حتى تتحدث باسمها، هي أعضاء في الجمعية، لديها أي قرار ضد مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم يكون من داخل الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم. بالامس اول قبل 3 يومين اجتمعوا ممثلين من عدد من الانديه مع الوزيره، تم نفي الامر من بعض من رؤساء الانديه بانه الاشخاص اللي اجتمعوا ديل غير مفوضين، والامر ده طالعناه بالصحف. الامر الان سيظل سجال، الاتحاد اعلن بانه لو جاء خطاب رسمي من لجنه الطوارئ الصحيه بصفته الجهه المسؤوله فيما كل ما يتعلق بجائحه كورونا في السودان هو سيستجيب، قطعا سيستجيب، لكن لا ياتيه القرار من وزاره الشباب والرياضه ولا ياتيه القرار من وزاره الصحه، وزاره الصحه في النهايه عضو فقط في لجنه الطوارئ الصحيه، او هكذا اوضح دكتور كمال شداد في لقائه مع رئيس الاتحاد الدولي انفانتينيو بحضور فاطمه سامورة الامينه العامه واحمد احمد رئيس الكاف في المؤتمر الذي عقد بتقنيه الفيديو كونفرنس بحضور عدد من رؤساء اتحادات دول شرق ووسط افريقيا سيكافا، وعقد الاجتماع وهو اوضح لهم بانه أنا ملتزم بقانون لجنة الطوارئ الصحية، حاول يصحح لهم مفهوم إنه القرار ليست قرار وزارة الصحة إنما هو قرار لجنة الطوارئ الصحية. أنا ما يستغرب في الأمر بإنه منظومة الرياضة في السودان تعمل ضد عودة نشاط بطولة الدوري الممتاز، ده أمر غريب، يعني عدد من الأندية، عدد كبير من الأندية، عدد من الـ من الـ من الـ من الإعلاميين، عدد من أعضاء الاتحاد السوداني لكرة القدم، أعضاء مجلس الاتحاد السوداني لكرة القدم. فبالتالي ده أمر، حتى وزارة الشباب والرياضة من المفترض أن وزارة الشباب والرياضة تكون هي من تدافع لعودة النشاط وليست من تدافع لعدم عودة النشاط. مسألة البروتوكول كان من المفترض هي أن تقدم بروتوكول إذا هي لديها بروتوكول، الاتحاد ملزم بالبروتوكول المقدم له من الفيفا وليست ملزم بالبروتوكول المقدم من وزارة الشباب، وزارة الشباب أصلا هي ما عندها بروتوكول. طيب، يعني نفهم أستاذ سالم سعيد أنه
بعد ما تم استئناف عودة النشاط الرياضي، اتخاذ كل الاحتياطات، شفنا فحص كثير جدا من اللاعبين وكان في دعم، وحتى حددت طريقة اللعب مع تجميع وكذا خوفا من انتشار الفيروس. كان في اجتماع مع وزيرة الشباب والرياضة مع أشخاص هم ما مفوضين أصلا من قبل الأندية ولا من الاتحاد، يعني نفهم إلى الآن الدوري هل حيسير في اتجاهه ونشاطه كما هو معروف، يعني القرار اللي اصدر له، ولا الحكايه كيف يعني ما مفهومه الى الان، يعني طيب هل حيستمر ولا حيقف؟ طيب يعني بيان وزاره الشباب والرياضه اتى مساء امس الاول اللي هو يوم السبت، بالامس الاحد تدربت الانديه، المريخ تدرب صباحا والهلال تدرب عصرا، وهناك مباراه وديه لعبت منها مباراه الاهلي الخرطوم وهلال الابيض، والنشاط الان مستمر، يعني اعداد الانديه مستمر وفحص الكورونا مستمر للاعبين بشكل مستمر. الدوري لن يقيف الا بقرار من لجنه الطوارئ الصحيه وليس بقرار من وزاره الشباب. يعني انت ذكرت الا يجي قرار من الجهات الصحيه لجنه الطوارئ وليس لجنه الطوارئ الصحيه. طيب كان في اشاره في حديثك استاذ سالم عن في جهات بتاجج الصراع انه ما يستمر النشاط الرياضي، سمعنا في فترات سابقه بدايه النشاط في عدد من الاستضافات في زمن الرياضه مع زميلنا معتصم في انديه هي ما عايز النشاط الدوري يستمر لانه لعبت كثير وكذا وفي بعض التفاصيل الفنيه والاداريه والماليه او كذا، يعني هل اللي بيأجج الصراع الان هو المستفيد؟ يعني من المستفيد في الساحه من عدم عوده النشاط الرياضي؟ المستفيدين اداريين في الاتحاد، انديتهم تعاني من شبح الهبوط من بطوله الدوري الممتاز، المستفيدين بعض اعلامين الهلال شايفين الهلال ما جاهز ومجلس اداره ما فيه ما مستقر، خايفين الدوري يمشي المريخ، بعض اعلامين المريخ شايفين انه المريخ ايضا لسه ما تعاقد مع المدرب التونسي خشارم وهو متخلف من الهلال بثلاث نقاط، ونظام التجميع بتاع انديه الدوري الممتاز اللي حيتلعب هنا يعني حيدي ميزه للهلال لانه الهلال كان عنده 6 مباريات برا، فبالتالي دي بتدي افضليه للهلال، فهم ما عايزين الدوري يستمر. بعض المحسوبين في الاتحاد السوداني لكره القدم لديهم اجنده، انا في تقديري بعض الاعلاميين ضد الاتحاد السوداني لكره القدم او هم من يريدون ان يخلقوا صراع ما بين الوزيره ودكتور كمال شداد، شخصي في دكتور كمال شداد، فبالتالي هم مستفيدين من مساله عدم عوده النشاط الرياضي. شوف هو الاصل في 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 العمل الرياضي هو النشاط، لا يمكن ان تكون الوزيره ضد استمرار النشاط، والاصل في الاتحاد السوداني لمجلس اداره الاتحاد السوداني لكره القدم هو تسيير النشاط، لا يمكن ان يكون عضو مجلس اداره الاتحاد السوداني لكره القدم ضد عوده النشاط. صح. الغريب في الامر عندما اتى خطاب لجنه الطوارئ الصحيه بتاريخ 27 يونيو كان عدد من اعضاء الاتحاد السوداني لكره القدم صوتوا ضد استئناف الدوري، كيف انت لجنه الطوارئ الصحيه توافق وانت كعضو اتحاد السوداني لكره القدم ترفض؟ فانا في تقديري اي اداري في نادي او في اتحاد السودان كره القدم هو ضد عوده النشاط، من الافضل له ان يستغل ويذهب، يعني لانه الاصل في الامر استمرار النشاط. الان كل الجهات في السودان تناطح لجنه الطوارئ الصحيه لممارسه حياتها بشكل عادي، يعني بالامس قرانا انه حتى لجنه من صالات الافراح دارت تلاقي لجنه الطوارئ الصحيه دارت تمارس نشاط. نعم. الاسواق غرفه التجاريه كلهم يتم لجنه الطوارئ، فبالتالي انت ما ممكن تكون كرياضه ضد عوده النشاط بتاعك، فده امر غريب. اذا الامر البعض ممكن يقول في بعض الدول النشاط فيها ما استمر، ايوه لكن ده بقرار من الجهات الصحيه، ما تكون قرار من اهل الشان نفسهم، يعني ما يكون قرار من الوزيره ولا من عدد من الاعضاء. اذا لجنه الطوارئ الصحيه قالت ما في كوره في السودان ثاني لحد شهر 12 2020 ما في واحد بيفتح خشمه، لكن اذا هو القرار صحيح. لكن اذا اصلا في كلام بانه عدد من الاشخاص لديهم بعض الاجنده لعدم استمرار النشاط، انا اعتقد انه الامر ده يعني الامر ده مخالف جدا ومخالف لطبيعه انه يجب ان يستمر النشاط. طيب اذا انت النشاط ما عايز انه يستمر، هل الانديه تسرح؟ هل الانديه تغفل يعني واللاعبين ثاني ما في كوره؟ الغريب في الامر لانه الان في دوره رياضيه تقام في القوات المسلحه، صحيح، وده امر واضح ونازل في الاعلام، اين دور الوزيره؟ الرياضه العسكريه جزء منها وزاره الشباب والرياضه، لم تتحدث الوزيره بهذا الامر على الاطلاق. كان في دورات في الاحياء وشارك فيها عدد من لعيبه الدوري الممتاز، صحيح، وده نفسه مخالف. الامر الثاني، هل هناك الان طوارئ صحيه في السودان؟ هل الحياه متوقفه؟ لا ما متوقفه. نعم. الوزاره والاتحاد صراع الاقوياء يعني نقدر نقول، لكن طيب كيف ممكن او كيف يمكن للانديه انها تلعب ضد الاتحاد يعني؟ الأندية ما لديها، شوف الدوري الممتاز أصلا ما فيه قروش، الأندية دي وقفوا الدوري استأنفوه وما فارق معها، لا توجد لدينا خسائر مالية بإيقاف بطولة الدوري الممتاز لأنه لا توجد رعاية وحتى قروش البث ضعيفة، فبالتالي الأندية خايفة من أنه بعض الأندية خايفة من أنه تهبط، لأنه بعد تكلفة العودة للمنافسة للصعود حتكون مكلفة جدا، تجيب مدرب وتجيب لعيب. الآن هل يوجد نادي في الدور التأهيلي للدوري الممتاز يرفض العودة؟ الإجابة لا، لأنه ديك أندية تصعد لبطولة دوري السهل، في المسألة مسألة مصالح
وكورونا هي الشماعة التي يعلق عليها كل أمر. يعني مسألة مصالح أندية حق الدوري التأهيلي كلها دار تلعب. نادي هلال وبيض لو سألت يقول لك دار ألعب لأنه هو منافس بشكل قوي. نادي دار يهبط حيقول لك أنا ما دار ألعب. كلهم بيلعب لمصلحته. فكل يعني. فده كل الأمر واضح بالشكل ده. والانقسام في الاتحاد السوداني كرة القدم واضح إنه برضو في جهات اخترقت الاتحاد السوداني كرة القدم لديها مصالح، لديها مصالح ضد الاتحاد السوداني. بعدين الحديث عن إنه تأجيج الصراع ما بين الوزير وبين الاتحاد، أنا أعتقد سيؤدي الرياضة بمنزلق غير جيد، لأن أنا في تقدير يعني الوزير يجب أن يعني تستشير في الأمر ده من لديهم البصيرة والخبرة ينورها في مسألة حكاية تدخل السياسة في الرياضة، وينورها في حكاية مسألة دور وزارة الشباب والرياضة في الأمر ده. أستاذ سالم، إحنا شفنا كبرى الأندية في الدول اللي هي كان حجم الإصابة فيها كبير، إيطاليا استأنفت النشاط الرياضي بأخذ الاحتياطات اللازمة، عدم منع الجمهور الحضور، الكشف المبكر زي ما حدث تدريجيا هنا في بعض الأندية. لكن لو كان في سؤال متفرع اثنين، الناس اللي اجتمعوا مع الوزير اللي كان في قرار من شداد انه حيتم معاقبتهم، شنو نوع المعاقبة اللي حتتم من قبل الاتحاد؟ والحاجة الثانية، إذا ما استؤنف النشاط الرياضي الآن وفشل، ما مصير الدوريات، دوري أبطال أوروبا، أبطال إفريقيا والكونفدرالية يعني؟ طيب، هو طبعا الكاف من المفترض أن يحدد لك تاريخ. يعني الكاف ده كان في تاريخ مبدئي 15 أكتوبر أنت تسمي الأندية اللي حتشارك في البطولات الإفريقية حقتك، اثنين في الأبطال واثنين في بطولة الكونفدرالية. إذا يعني حصلت لجنة الطوارئ الصحية طلعت قرار وبعد ده حصلت المشاكل والأزمات وأدى إلى تعليق الدوري لفترة، أنا أعتقد أنه سيكون من الصعب تسمية أندية في تاريخ 15 أكتوبر، لأنه الآن بالوضع الحالي ده الدوري وكأس السودان يعني على الأرجح ممكن يتم يوم 5 إلى يوم 10 أكتوبر. أي تأجيل آخر سيؤدي إلى أنه الدوري وبطولة كأس السودان سيكونوا بعد 15 أكتوبر، بالتالي ممكن الاتحاد السوداني كرة القدم يسمي يحصل على استثناء من الكاف إذا وافق، ده في المقام الأول. إذا لم يوافق الكاف ممكن أن يواصل النشاط ويسمي الأندية الموسم السابق، وبالتالي هيكون جنى على المنافسة وعلى قوته بطبيعة الأندية حقت الموسم الحالي. يعني ممكن نادي في الموسم الحالي دي في المركز الثالث ما يشارك، مقابل نادي في الموسم الماضي زي أهلي شندي الآن ترتيبه التاسع ولا الثامن ممكن يشارك، لأنه هو في الموسم الماضي أهلي شندي كان في المركز الثالث. فمن هنا بتجي المشكلة. أنا في تقديري والدوري الممتاز ودكتور كمال شداد مروا بمنعطفات يعني كبيرة جدا، منها تدخلات من سياسيين، منها منعطفات حصلت كثيرة جدا، لكن في النهاية بغى الدوري الممتاز واستمر، ودي النقطة الأساسية. والاتحاد السوداني كرة القدم يسعى جاهدا لأن يكون لا يوجد نسخة من بطولة الدوري الممتاز تم إلغاء. إذا كانت كل التعقيدات اللي حصلت في عام 2019 من أحداث سياسية في السودان كانت تكاد أن تعصف ببطولة الدوري الممتاز، وأحداث مباراة المريخ وهلال الأبيض اللي حصل فيها الشغب واعتداء على الحكم كلها لم تؤدي إلى يعني إلقاء بطولة الدوري الممتاز، وتم استمرار بطولة الدوري الممتاز رغم أن الأندية كلها كانت رافضة هذا القرار في اجتماع في القصر الجمهوري. لكن بعد الدوري الممتاز استؤنف ولعب. أنا أعتقد برضو الدوري الممتاز سيستأنف وسيلعب. العقوبة شنو؟ معليش أنا العقوبة إذا أنديتهم ما عاقبتهم الأشخاص اللي مشوا اجتمعوا مع الوزيرة، أنا أعتقد ممكن سيتم عقوبة إدارية على يعني أي عضو مجلس إدارة سيتم ممكن معاقبته بإيقاف سنتين ثلاثة إذا أنديتهم هم ما تعاقبوا. المفترض طبعا أنديتهم بعض الأندية تبرأت من الأشخاص الذين ذهبوا واجتمعوا مع الوزيرة، وبعض الأندية لم تتبرأ. أعتقد أنه أي نادي لم يتبرأ سيتم إيقاع عقوبة على النادي. نعم. طيب، ما السبب يعني وراء فشل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد يوم أمس؟ الاتحاد عدده كبير تقريبا زي 20 نفر 18 نفر، فبالتالي هم وقت جاء بيان وزارة الشباب والرياضة كان مساء يوم الأول أمس، فبالتالي هم وقت دعوا ما حضروا كل الحضور. يعني في عدد من الأشخاص هم خارج العاصمة الخرطوم لظروف العيد المعروفة، ده في المقام الأول. في المقام الثاني أنا في تقديري يعني عدد من الأعضاء يعني أرادوا أن لا يحضروا الاجتماع. في تقديري هذا الأمر معقد يعني لأين تصير الأمور؟ يعني هو في صراع، الاتحاد لديه صراع داخل الاتحاد وصراع مع وزيرة الشباب والرياضة، صراع استحدث يعني يعني صراع خلق من عدم لأشخاص مستفيدين من هذا الصراع يوهموا ويتحدثوا عن مسألة إنه الاتحاد ده نظام سابق وإنه الاتحاد ده لديه الاتحاد ده مهما يكون من أمري هو اتحاد منتخب من الفيفا، واتحاد لديه شرعية دولية وشرعية محلية، سيستمر في أداء مهامه حتى نهاية آخر يوم من مدة فترة الاتحاد اللي هي حتكون في أكتوبر 2021.
في خبر إشارة أيضا من خلال أخبارنا الرياضية أنه الكاردينال والعودة لرئاسة لجنة التطبيع عنده بعض الشروط، يعني لو كان في معلومات ممكن يجسد بها ملامح العودة يعني. وطبعا يعني مدة انتهت يوم 27 يوليو نعم، وكان تحدث بالامر ده مرارا وتكرارا، انا ماشي انا ما قاعد، والامر ده كان واضح بالنسبه للعيان، بل وذهب و يعني في شالوا صورته الموجوده في الاستاد وقال انا ما حستمر. اجتمع برئيس الاتحاد كمال شداد وكان في عمل موافقه مبدئيه انه هو يشتغل في فتره لجنه التطبيع لثلاثه واربع شهور، يعني لحد ما الموسم ينتهي، بعد ذاك مجلس يعني الاتحاد العام يكون لجنه تشير او لجنه تطبيع هلاليه ثانيه او يجري انتخابات. حتى الان الاتحاد كان من المفترض ان يعقد اجتماع يوم الاحد يعني امس لتعيين لجنه تشير في الاتحاد او للنظر في امر الهلال. جاءت قرار بوزاره الشباب والرياضه، اعتقد يعني جعل الاتحاد السوداني ينحرف الى امور اخرى او يذهب الى امور اخرى ويترك امر نادي الهلال. اعتقد امر مهم نادي كبير زي الهلال يكون قاعد من غير مجلس الفتره دي كلها. المكتب التنفيذي لنادي الهلال اشتكى من الامر ده واشتكى من مساله تسيير النشاط الرياضي في نادي الهلال. اعتقد الكاردان يمكن ان يعود بشروط لفتره محدوده بمبالغ ماليه محدوده ليستمر، او سيجتمع رئيس الاتحاد مع عدد من الاشخاص اللي كانوا معارضين لاشرف الكاردينال لتسميه لجنه تطبيع لقياده نادي الهلال لفتره 3 و4 شهور. يمكن الاتحاد ذكر انه هيحسم موضوع الهلال يوم الاحد، يعني وما تحسم المفروض امس ما تحسم، طبعا بالامس كان الموضوع بتاع الوزاره واستئناف النشاط. نعم. طيب رغم استمرار نشاط النادي يعني المسلمي يشعل النار في المريخ او يولع النار في المريخ، اعتقد المسلمي قصه غريبه، مثلا المسلمي خدع المريخ بسيره ذاتيه، هل نادي المريخ نادي صغير حتى يخدع المسلم؟ يعني ده الامر الذي يتفاخر به اعلام المريخ حاليا، ده امر نقطه سوداء في في صحيح. في نادي المريخ هو عمل في نادي المريخ، مدرب كان شاب لديه ما يريد تحقيقه من خلال نادي المريخ، احد من اللاعبين كانوا مثلوا ضغط على مجلس اداره نادي المريخ لعودته بعد ان قام المجلس باقصائه بعد فضيحه التسريبات الصوتيه المسربه اللي يتحدث فيها عن رئيس النادي. انا اعتقد في اي دوله عربيه يتحدث مدرب بهذه التسريبات عن رئيس النادي لن يعود الى النادي، يعني الامر ده واضح، لانه كرامه رئيس النادي من كرامه النادي، فطالما هو هذا المدرب تحدث عن رئيس النادي يمكن ان لا يعود الى النادي، يعني يجب ان يكون في قيم وموروثات في الانديه الكبيره زي المريخ والهلال، يعني ما ممكن المدرب يتحدث بهذا السوء عن رئيس النادي بغض النظر عن من هو المخطئ، حتى لو كانت الاداره قد اجحفت في حق هذا المدرب ولم تمنحه امواله، في النهايه هو من حقه انه يشتكي في فدي ما قروشه، تمام؟ لكن ان يذكر رئيس النادي بهذا الامر، اعتقد المجلس اخطا او بعض اعضاء المجلس ضغطوا على رئيس المريخ ادم سوبكان لعوده المسلمي، وكان بده ضغوط من عدد من اللعيبه من كباتن الفريق، بعد ذاك المسلمي من المفترض ان يرجع، وجعلوا حجه الرخصه ايه؟ حجه عمله، والاتحاد لسه ما فعل القانون ده، الاتحاد السوداني حتى الان ما قال لك اي مدرب ما عنده رخصه ما يشتغل في الانديه حق الدوري الممتاز، هو قانون سيفعل قد يفعل من الموسم القادم، لكن في النهايه وجدوا حجه، اضافه انه الطاغم الموجود مع المسلمي الالماني مونير والتونسي امين الفنطاسي اللي هم قالوا ما قدر يعملوا مع المسلمي، فبالتالي لجأ مجلس المريخ للتعاقد مع مدرب اخر، عمل معه عقد مبدئي عبر البريد الالكتروني هو جمال خشارم مساعد مدرب نادي السفاقس اللي حجر الخرطوم. المدرب بعد ذاك ذهب وتحدث بامور كثيره، سحر امور كثيره، مشاكل في نادي المريخ، عرض شهاداته في مواقع التواصل، اعتقد كل هذه الامور يعني هي غير مجدية، انت وصلت الى مرحله خصام وصراع مع المريخ، قدمت اساءه الى رئيس النادي، فيجب ان تبحث الان عن نادي اخر. طيب مباشره الى الرياضه العالميه ونهائي ابطال اوروبا، في انديه صعدت وانديه هبطت ايضا، من ضمن المباريات كانت مباراه برشلونه الاسباني مع نابولي اللي تغلب فيها برشلونه 3-1 على نابولي، كان مباريات الذهاب 1-1، يبقى الفارق 4-2 على حسب المجموعه الكليه. اول حاجه نشوف عموما كذا مجريات المباراه، زمان برشلونه كان عنده ضعف كبير جدا حتى في النادي في تماس وخاصه في دفاع الفريق، ومر عدد جدا من المنعطفات، الان هو في طريقه لممكن يجسد نهائيات الدوري اذا تغلب على بايرن ميونخ اللي هو مباراه تكون يوم الجمعه، كيف قراءاتك بزاويه شوفك للمباراه اللي كانت، وما المنظور المامول من قبل برشلونه في المقبل؟ تأهل برشلونه كان طبيعي ومنطقي، يعني بحكم مباراه الذهاب 1-1 في مدينه نابولي كان متوقع ان يتأهل برشلونه، صحيح برشلونه يعاني كثيرا فنيا في الموسم الحالي، صحيح انه المباراه من غير جمهور في الكامب نو وبرشلونه من غير جمهور يفقد كثيرا من قوته، لكن ايضا
أن برشلونة لديه ميسي، وعندما يكون ميسي يعني في يومه وبشكل جيد يفوت برشلونة. ميسي كان في أكثر من يوم، بدليل الهدف الثاني لميسي جسد موهبة هذا اللاعب بشكل كبير اللي يستحق أن يكون نجم الأسبوع في البطولات الأوروبية. مسألة مباراة برشلونة بعد ذلك، لكن برشلونة أداؤه كان منخفض بشكل كبير على نابولي في الشوط الثاني. مباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ، على الورق بايرن ميونخ بكل تأكيد هو الفريق الأبرز والمرشح للقب، لكن لأنها مباراة واحد ولأنها 90 دقيقة فقط، تبقى الحظوظ متساوية أو يعني أفضلية طفيفة لبايرن ميونخ وليست أفضلية مطلقة. لو كان بنظام الذهاب والإياب كان سنقول أفضلية مطلقة، ونظام البطولة الحالي بلعب كل المباريات في مدينة لشبونة بمباراة واحدة بتجعل الحظوظ شبه متساوية بين الأندية الثمانية. في حال برشلونة كان سريعا كده عالج بعض الأخطاء اللي ممكن يتداركها في مباراة نابولي وممكن يستضيف بها بايرن ميونخ، هل ممكن برضه يكون عنده حظوظ كبيرة في الفوز؟ ممكن، حتى لو ما تداركها ممكن يفوز، لأنه بايرن ميونخ في مواسم ماضية كان هو أفضل فريق في القارة الأوروبية ولم يفوز. بايرن ميونخ برضه عنده بعض المشاكل الموجودة، هو ليست بالفريق الكامل كما تصوره الناس، لأنه الدوري الألماني أقل كثيرا من الدوري الأسباني. صح. لكن برشلونة يمكن أن يتأهل، أنا أعتقد 40-60% لمصلحة بايرن ميونخ طبعا، لكن في النهاية بايرن هو الفريق الأفضل، لكن لا يعني هذا كما يتصور البعض سيفوز على برشلونة بشكل سهل. وحتى لو بايرن ميونخ فاز على فريق برشلونة لا يعني أن بايرن ميونخ سيفوز باللقب، هو حيلاقي مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي في الأغلب، يعني باعتبار مباراة مانشستر سيتي هو الأغلب. لا يعني أن بايرن ميونخ يمكن أن يفوز بلقب الدوري، سبب لبايرن ميونخ أن تخطى الأندية الأسبانية الكبيرة زي ريال مدريد وخسر في النهاية أمام تشيلسي، فبالتالي ليست معنى هذا، لكن يظل حسب الحظوظ وحسب القراءات ومن واقع البطولة ومن واقع الموسم الطويل بايرن ميونخ هو الفريق الأبرز والمرشح للقب. احنا شكرا لك كثير جدا أستاذ سالم السعيد الصحفي الرياضي على تحليل هذه الأخبار في أخبار الرياضة اليوم صباح الشروق، شكرا جزيلا لك. أتمنى أنه كمان نادي برشلونة الإسباني يحفظ معين من ريال مدريد وبعض المشجعين وأنصار النادي اللي هم تحولت عموما العبث السريعة للتشجيع لبعض الأندية. فاصل مشاهدينا، نواصل مرة ثانية صباح الشروق، خليكم قريبين.